اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من احدى الكريانات سيدي مومن. حنا عند هذه السيده اللي مسكينه كتعيش بوحديتها في هذا العشه، حمل والديه كلها طوبات وسرق الزيت كبير وقوادس، يعني واحد المأساة ومعاناة. كنخاف انه غادي يفرض علينا شي نهار. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش غنديروا؟ عندنا ما نديروا بنتي والو. مشينا عند القايد، مشينا عند باشا، مشينا درنا البراوات، دار راجل غرق ديال البراوات، وتا شي حاجه ما كاينه. كنسناو الله تبارك وتعالى، وين اللي كنا كان شافنا سيدنا هنا والله لا بركنا نهار واحد. الله يطول عمره، الله يحفظه، عاش الملك. كون كان سيدنا شافنا هنا بها طار الشالي لينا، والله لا بركنا هنا. من دابا المهم سنتي هنا مغلفه غير بالميكا، بالميكا ماشي تا قصدير. لا ما كاينش قصدير، على الميكا، على الميكا بوحدها. ديرها المهم سي، ديرها الميكا، قربي الميكا وحده فمك. واخا المهم عاودي لي المعاناه ديالك، كيفاش تسكنتي هنا وشنو كيوقع عليك؟ المعاناه ملي كنا الفوق، كنا حطي شويه هبطي. المهم سي ديري هنا الميكرو، الميكرو هاكا. كنا الفوق وتحركت الدار لتحت، حرقوا تحت عجوا تاع الليل. كنصاحبوا روسنا حنايا راقدين، تنحسوا بالدخاخن، الدخان. بنادم خرجنا كلشي عريانين، كلشي مالين الدار وحنايا وكلشي. كنتو كارين فوق؟ كنا كارين فوق. ايوا جاب لنا ولد مول الدار الصباح، جاب لنا الميكا، قال لك هانتوما غتخرجوا برا، راه الدار ما تلاش ديال الساعه، والدار مهدوده للسقوط، مهدين للسقوط. اي للسقوط. ما بلغوهاش. مبلغيناش، وخرجنا كيكون ميكا درنا ميكا، بقينا هنايا. كان كتجي عندنا الجمعية كتجيب لنا الماكلة وتجيب لنا الناكلة، وما كتجيب لينا والو. صافي ما حط واحد المرة تعايرت معاهم، صافي وما يقلقوا وما يمشيو بحالهم. ومشينا عند القايد، ومشينا كلشي مخلينا فين مشينا. دابا انت المهم انت ساكنة هنا بوحدك؟ ساكنة بوحدي، الراجل قلت لك كبير، فاتح داير عملية على عينه، قال لك انا الميكروبات وكلشي عيني الاخر غادي تعمى. وبقيت عاد بوحدي هنايا. بوحدي انا صافي، اللي كاين انا الدري كبير مشى ليا 15 عام، هذا مرض ليا مشى ليا، ما عرفت وين مشى. ما كنبغيش نجبدو، مشى ليا كان مرض ليا هنايا، نيت مرض ليا ولا داي عليا، ما عرفت وين مشى. مشيت تقلبت عليه ما لقيتوش، ما بقى بيا ولدي، وين ما كنبغيش نجبدو. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنبغيش نجبدو، والله يفرجها عليا ويرجعوا لك ان شاء الله. نطلبوا من ما ربي يفكونا منا، يحيدونا، ما يشريو لينا ما والو، يتعاونوا معنا ولا يطلبوا علينا الدوله، يطلبوا علينا الدوله تحيدنا منا. صافي الله يرحم الوالدي. كديره المهم سي مع الطوبات كيخرجوا لك الطوبه حاله، انتما شفتوا الحجر شتو مقلبه تتقلب عليا الحجر في الليل، كطلع لي فوق راسي، وكنقول لها نشي شاكي بكاد المانطا اش غنديروا. وعضاتك فين عضاتك؟ عضتني من رجليها، هي باقا باينه في رجلي، هاي هاي قدا قداش عضتني هادي اللي عضاتك. انا ما خداماش، امراه كبيره ما خدامه، مردامه وطنسي، وعندي ما عندي، والدينا ما خلاو لينا لا بلاد لا دار لا حتى حاجه، والو فين نتسقروا. انا بغينا نتسقروا حتى نموتوا، ما بغينا نديروا لا دنيا لا دين، دين سيدي ربي صعب، هذا هو الواقع. حافظه نمرة التليفون ديالك؟ نمرة ديال التليفون ديالي 06، هاتي قوليها لي. 06 37 33 40 61. حطي الميكرو شويه الحاجه، هذا هو الرقم مشاهدينا ديال ميمينة. حطي الميكرو هنا 06 37 33 40 61. هاتي ميمينة الميكرو، ديري هنا هنا هاك، كبطي شويه بطي شويه هاك هاك. هذا هو الواقع بنتي، ما عرفت فين نمشي، ما عرفت فين نجي، ما عرفت. شكون اللي كيصرف عليك؟ شكون اللي كيوكلك؟ شكون راسي بوحدك؟ كتخدمي ولا كتطلبي ولا شنو؟ مره ندوز رايجات ملي كانت ما كانش كورونا، كنت نمشي ندوز رايجات، ونمشي هاد العيالات نعاونهم. واخا ما فيك صحه، واش غندير؟ واش شكون اللي غادي يقلب لك؟ هذا دابا باقا والله باقا ما فطرت بالله، بصح انا مقلوبه هنا في هذا الصاير. يا مساني جيت وعاد شتوني في الصداع والغوت والمشاكل. واش شفت عليك الشمس؟ عليك كلشي، عليك الشمس والمشاكل ديال الغاز، الحال ما بغينا، بغينا ارتقاء. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بغينا نتعايروا مع حد، ما نتخاصموا مع حد، ما قادين حتى على حاجه. اش كتطلب؟ المال يدي ما انتم،
شحال في عمرك امي يمسي؟ عمري زيد 64. اش كتطلبي اليوم؟ اش كتطلبي اليوم من محسن اللي يشوفوك ولا شافك الملك في هذا الفيديو؟ شنو تطلبي؟ الله يرحم الوالدين اللي شافونا، الله يخلصهم، الله ويجازيهم الله بخير. انا ما عرفنا فين نقعدوا ولا عرفنا فين نمشي. حتى هو الواقع عندي دري اخر تا هو راه مريض مسكين، راه دارك عنده نيت بكويت من عند خويا. والله الا محمد رسول الله، طلبوا منا من الله الله يجعل ربي ينزل عطوفه في قلوب الناس. Yeah. الله يخلصهم، لا داروا شي حاجه لوجه الله. هذا هو الواقع. هذه الله يخلصهم. واخا أيوه. المهم توريني فين كت غير المشاهدين باش نوريهم فين كتعيشي. عطيني الميكرو وريها. ايه هانتوما عايشه في القادوس الطوبه عباد الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هانتوما شوفوا غير البلاصه فين كتعيش هاد السيده مسكينه. كتخرج كتخرج عطاها الله ما يدخل. هانتوما سرق الزيت كبير تما وطوبه كتخرج لها تما. تخرج منهم نفس الحجر وضيع وحفر وتحفر وغادة وتحفر وغادة وخانت هذيك البلاصة كلها محفورة. هذيك البلاصة يعني الطوبة كتحفر ليها الحجر وتاكل ليها الشيء وتجيب الحجرة وسرق الزيت. لا إله الله. هذا ثاني من حيدة السدري تا هو كله بحالكا، كله تا هو محفر، تا هو كله بحالكا، كله بحالكا. وما كتخافيش على راسك أمي؟ وأنا نخاف دابا، كان نخاف من المشكل يخرج ليا شي حنش ولا شي لفحة ولا شي حاجة، هذه هي المشكل. كنرقد وكنبات من المسوسه كنقول ناري عندك تجيني شي لفعه ولا شي حنش، حيت واحد الخطر دخل علينا واحد الحنش. دخل عليكم هنايا؟ دخل علينا هنايا والكواغط والزبل وكلشي الميكروبات كلشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. كتشوي بنتي يعني كتعاني؟ ها؟ كتعضك طوبه ديما؟ اه بدا خطا عليا فوق راسي، كان وليت ملي ولات تعضتني من رجلي، تعضت ملي من رجلي خرت، وليت نخشي رجليا في الماء نطلويهم ونخليها وجهي عريان. كتخافي على وجهك لا تعضك؟ لا وشنو راه تعضني من وجهي؟ لا بحال جاهله، بحال جاهله. كتكون كبيره بحال المشه. كبيره ما لا وحده ولا جوج ورا بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشي وحده ولا جوج ولا تقولي ثلاثه ولا اربعه ولا، ونديروا الدواء ونحيدوا وتعاود تجي ثاني. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنتمنى من المحسنين الله يجازيكم بالف خير، اتصلوا بهذه السيده في التليفون ديالها عبر الرقم 06 37 33 40 61، عاود رقم 06 37 33 40 61، لان فعلا كتعيش معاناه. شوفوا عباد الله غير مساكنه، راه عرفتي بحال شي فران داخل عليه، بحال شي فران. راه صعيب بزاف، صعيب صعيب هاد البلاصه فين كتعيش فيها مسكينه. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ماتوا فقارا خلونا فقارا. مسكينه يعني مرا كبيره وتلقى الطوب بان عضها في رجيلاتها وسرق الزيت هكا كبير، راه سرق الزيت، لا الزيت شويه حصيره مهمتي. هانتوما سرق الزيت قداش شنو هو كيخرج كبير. ها هو سرق الزيت كبير. لا اله الا الله محمد رسول الله. كتاكل الميكا وكتحفظ. والقادوس يعني عايشه فوق القادوس. جوج قوادس. جوج قوادس، جوج قوادس عايشه فوق منهم. راه صعيب بزاف، صعيب بزاف. صعيب بزاف، وانا كيقول لك الله، حنا خدنا من ما خدناش من هذا المرض ديال الله سبحانه. زين عندنا هذه هي، هذا هو المرض اكثر من كورونا. هذا هو المرض اكثر من كورونا. ملي ولي عايش بنادم مع الحيوانات يدخل عليك الحناش، يدخل عليك سراق الزيت قد قداش يبات الليل كامل مع الصهد خارج. راه هذه هي كورونا، مازال كورونا راه بصيدي ربي تبارك الله تعالى. ديريك ماما وتخرجي وتديري الوقايه وتخرجي. هذا ما في غير تيري هكذا وسمنا. والله العظيم لنا حق، الله العظيم الى هذا العرق دارني دابا مثلا لنا ما عرفتش مناش. لا اله الا الله ما عرفتش مناش، والله ما عرفت مناش. لا اله الا الله ما بعد خطرات ما يدينيش النعاس، ما كنعش كيدينيش النعاس، كنبقى كنفكر نفكر نفكر تجي طوب وتهي تخلع عليا متى ما بقيت نعس. انا هو كنسمعوا حتى الصوت هذا دابا نيت الصوت هذا دير وز 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 راه كتخربش وز 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 وز. هنا دابا تحت هذا البريد كنعيطوا لك طالما داكشي اللي وريك. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله، كنتمنى من المحسنين انهم يتصلوا بك ويساعدوك يا ربي. الله يجازيكم بالف الف خير. انا كنطلبكم كنترجاكم لوجه الله، اللي عنده شي حاجه عيط لهاد السيده ويعاونها. وكنتمنى من الناس المسؤولين ما يخليوش هاد الام راه فيها امنا وفيها بزاف ديال الحوايج، انها مسكينه عايشه بوحديتها هنايا.
رقم التليفون ديالها هو 0637334061، اتصلوا بها ساعدوها لوجه الله والله لا يضيع اجر المحسنين. شو تقول لهم في كلمه اخيره الناس؟ غايجيو يصاحبونا نكذبوا ولا شي حاجه؟ لا لا كل شيء باين، يشوفونا يزورونا من البعد ويشوفونا كيفاش نعيشوا، يجيو يزورونا من البعد او يشوفونا كيفاش نعيشوا. عمر كانوا معك حنا 8 ديال الكرايه ومالين الدار، دابا دوك الجوجات عارفوا راحوا مشى شرا ليا واحد واحد المحسن من برا وواحدة مع الجمعية ديال اليتامى حتى هي داوه وحنا ما خلاونا هنايا ان شاء الله رزقك. اللي واقع لهذوك الناس واقع لينا حتى حنا بحال بحال، رزقك عند الله ان شاء الله باذن الله. الله تبارك وتعالى ما كيديرش الفرزيات، الحمد لله الحمد لله ربي كبير ان شاء الله. ربي ما يخليكش ما عرفنا ربي منين غادي يسترنا ولا يخلينا، ولي كان اخر اموت. لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمه اخيره واحسن ما قال ما قيل. نتمنى ان شاء الله من المحسنين. الله تبارك وتعالى كنصلي وكن كنعبدوا الله، ما كنقولوش الهضره الخايبه، وليداتنا حتى هما ما يقولوش الهضره الخايبه، والحمد لله دابا ضل من ضل الحمد لله. نتمنى ان شاء الله المحسنين يتصلوا بميمينة عبر الرقم 0637334061، عاود الرقم 0637334061. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.